مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا، لقاء خاص على قناه تي في صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف. اليوم سنتحدث عن شيء جميل وتجربه جميله من قبل شباب وشابات لهم الهمه العاليه ان شاء الله في عمل جيل واعد وتدريبهم عن طريق الانترنت. الان ستعرفون تفاصيل هذه الحكاية. في البداية حابب أرحب بالمدربة رقية موسى. أهلا وسهلا فيك يا رقية. أهلا في حضرتك، تشرفت بيك جدا. وأنا أكثر. أول إشي عرف الجمهور فيك يا موسى يا رقية. أنا رقية موسى من مصر، عندي 19 سنة، ففي تانية جامعة في كلية دراسات إسلامية وعربية قسم أصول دين، كاتبة وشاعرة. ما شاء الله، عمرك تقريبا 19 سنة صحيح؟ اه وحضرتك من مصر أم الدنيا. ايوه وين في مصر أنت؟ سكان فين بمصر؟ في القاهرة، أجدع ناس أجدع ناس. بلادك أهلا فكرة. وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك. طيب، أنت مدربة لفرقة الجيل الواعد، صحيح، وهذه الفرقة في غزة فلسطين. صحيح. طيب، إيش الرابط أنت في مصر في القاهرة والفريق الجيل الواعد في غزة؟ احكي لي أول شيء، كيف بدأت الفكرة؟ انا بدات موهبتي، كنت في الصف الاول الثانوي. كنت اول مره اكتب، كان في عيد الام، كتبت قصيده. حبيت ان استشير حد اكبر مني، بعتها لمديرة اذاعه في فلسطين، الاستاذه دوران الزعيم، وعجبتها جدا. وبعدها عملت معايا اللقاء، يعني عبر اذاعه راي فلسطين، يعني عبر الاتصال، اتصلت بيا واستضافت موهبتي وكلمتني شوية عن موهبتي، وحبت انها تدعمني. من هنا وبدأ مشواري. حلو. بعدها بفترة طلع ليا أعمال مصورة ومسجلة في فلسطين من قبل المواهب الفلسطينية. طب أنا عارف يمكن سؤال وجيه وسؤال بسيط، ليش بتحبي فلسطين؟ أنت مصرية. صراحة إنه القضية الفلسطينية واجب، يعني أي حد قادر يدعمها ولو بكلمة أو بأي حاجة إن هو يدعمها. فأنا حبيت إن أدعم فلسطين وأهل فلسطين بكلماتي، وإن أنا أقف جنبهم، لأني صراحة فلسطين تستحق. وحبيت إني يعني أوصل رسالة وأبني حلم وهدف كل طفل وطفلة محدش عارف عنهم أي حاجة ومش طالعين على الساحة. منها بدعم موهبتي وبطورها، ومنها ان كمان بنمي مواهب الاطفال اللي موهبهم مفنوسة وبطلعهم على الساحة. حاجة حلوة. طيب، أنت كيف تتعاملي مع الأطفال هدول؟ كيف تعرفتي عليهم؟ عن طريق الفيسبوك، يعني كنت مثلا حد يشوف كتاباتي ويكلمني واقول له انا مستعدة ان اساعدك، اعطيك كلماتي وانت بتسجلها وبتصورها لو في مجال. مفيش مجال يعني عادي، بياخد كلماتي وبيسجلها فيديو عادي في البيت وبيبعت لي فيديو انا منشور عندي على الفيسبوك. يعني أنت كنت مساعدتهم في كتابة الكلمات وتدربيهم على الإلقاء والكلام هذا، صحيح؟ لا مش الكتابة بس، الإلقاء والإنشاد، يعني حلو. لو قصيدة بفتح معاهم فيديو بضربهم عليها. لو وكل هذا عن نشيد نفس طريق الحكاية. السوشيال ميديا. أيوة يعني أنتوا بتشوفوا بعض فقط عن طريق الإنترنت. اه أنا يعني كثير مبسوط من الفكرة اللي أنت عاملاها، لأنه فكرة رائدة. يعني أنك تستطيعي أنك تساعدي أطفال في قطاع غزة. يعني معظم العرب رفعوا يديهم عن غزة وقالوا لا نستطيع أن نسوي شيء، في حصار وفي حرب، وللأسف أنت تحديتي كل هذه الصعوبات واستخدمت التكنولوجيا في التواصل مع الأطفال وتدريبهم. أبدعتي ربنا يبارك فيك يا رب، إن شاء الله في ميزان حسناتك يا رب. إن شاء الله. كم هو سهل عليك التواصل مع الأطفال عبر الإنترنت؟ يعني
يعني صراحة يعني في أطفال شوية بتغلف في التدريب، ولكن إحنا بنتخطى كل دوت بالتشجيع، وإنك أنت لو ضربتي هتطلعي حاجة كبيرة، هتطلعي شعيرة كبيرة، مشودة كبيرة، هتنفعي دينك ووطنك، ويعني عن طريق التشجيع دوت، عن طريق التشجيع اللي هما بيقدروا يكونوا متساهلين شوية في التدريب ويتدربوا بسرعة، يكونوا عندهم شجاعة وحماسة إنه العمل يطلع بأقرب وقت، جميل. فبالتالي بيكون سهل شوية التدريب. وكم مدرب عندكم؟ انت الوحيدة ولا في عندك غيرك؟ في أختي بتدرب برضو زي أطفال بس من كلمتها، ايش اسمها اختك؟ رحمة رحمة، الله توأمي، يحفظها وان شاء الله ربنا يرحمنا جميعا يا رب. يا رب. والله هل وجدتي تشجيع من والديك على مساعدة أطفال غزة؟ أيوة صراحة كتير، هم أول حد يقف جنبي هم أهلي، والدي ووالدتي وإخواتي كانوا المشجع الأول ليا صراحة، وحتى يعني مش بس في إن طلع كليبات الأطفال الفلسطينية، لأ كمان إن أنا طلعت شاركت في كتابين مجمعين مع شعراء وشعارات في مصر، وإن شاء الله كتاب التالت يوم الخميس بإذن الله. ما شاء الله. ما أول شيء احنا طبعا من كنار تي في ومن كندا نقول لوالديك بارك الله فيكما وبكما، وإن شاء الله رب العالمين يجعل من أبنائكم وبناتكم من الذرية الصالحة اللي دائما يدعو لكم بالخير ويبقوا بصمات رائعة على هذا، يعني هذه التربية الواضحة في والديك، ربنا يعطيهم الصحة والعافية يا رب. اللهم آمين، ربنا يبارك في حضرتك. آمين. آمين. رقية، حابين نسمع شغلة قبل ما أكمل أسئلتي، هل ممكن تلقي لنا شيء من الشعر؟ تمام ماشي، معايا قصيدة بس مش من كلماتي. يلا مش مشكلة. تمام ماشي، قصيدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي على سيدنا محمد. للشاب الظريف. متى بالقرب يخبرني الرسول، ويسمح باللقى دهر بخيل، ويرجع فيك ستر الحب جهرا، ويشفى منك بالوصل الغليل. وداد لا تغريه الليالي، وحب لا ينهنهه العدول، وعهد كنت تعهده صحيح، وقلب كنت تسكنه عليل. وما بين الضلوع إليك شوق، تزول الراسيات ولا يزول. ألا يا ظاعنا هل من رجوع، فتجمعنا المنازل والطلول. فقد الكرى جفن قريح، وقد آلف الضنا جسم نحيل. وصبك قد قضى شوقا ووجدا، يكون لوجهك العمر الطويل. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، وإن شاء الله رب العالمين السلام يزداد عليكم. خير. رقية، كم طفل دربتي أو بتدربي؟ كم طفل عندك في هذا الفريق؟ الفرقة كلها فيها ما يقارب 15 طفل. ما أنا شاء الله. دربت أكتر من 8 أو 9 أطفال، لأنه في مواهب أهلهم يعني ليهم في الفن شوية فبيدربوهم. ما شاء الله، والفرقة هاي الآن موجودة في غزة. صحيح، طب أنا بدي أسألك فكرة هيك قد تكون عابرة، قد تكون نصيحة، قد تأخذي فيها أو لا. هل تفكري في تكبير هذه الفرقة وتصبح عندك مثلا أطفال من اليمن، أطفال من ليبيا، أطفال مثلا من سوريا، وتكبري الفريق وتجمعي أبناء الوطن العربي، أطفال من مصر؟ هو شيء جميل جدا يعني، ونفسي فعلا اللي هو يعني يتحقق، بس يعني انا ما اعرفش اطفال من اليمن ولا من الاردن ولا من البلاد التانية، يعني فلسطين اكتر بلد يعني اختلاطا عن اي بلد تانية، يعني حتى مصر. الله، أنا بدي أقول لك الله يقويك إن شاء الله، وتصير هاي الفرقة أوركسترا عالمية
تجمع أطفال العالم ولو عن طريق الإنترنت. يعني الآن إحنا كنا يا رب نتوقع، اللهم امين. لم نكن نتوقع إنه نسوي إشي عن طريق الإنترنت. حتى اللقاءات كانت صعبة التلفزيونية، الآن عن بعد الكوفيد وبعد التغيرات اللي صارت كل شيء تغير في العالم. فإن شاء الله يكون حدودك السماء، ونرى أوركسترا الفريق أو فرقة الجيل الواعد من أبناء الوطن العربي كامل يا رب إن شاء الله، إن بما شاء في الله يا مطلع. رب، إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك استضافتك لموهبتي، وأنا شرفت بيك جدا جدا، وجزاك الله خيرا، وربنا يجعله في حسناتك يا رب. آمين آمين. إحنا حورجي الجميع عشان اللي بده يدعم الفريق، هذا الفيسبوك تبع الفريق، فرقة الجيل الواعد. بتكتبوا على الفيسبوك، هذه هي تقدر تتفرجوا على، أنا حارض عليكم بعض الأشياء اللي سووها ما شاء الله، يعني أشياء جميلة جدا جدا، وممكن تدعموهم. هل في مجال الناس تدعم هذا الفريق؟ إن شاء الله يعني بتطور في أعمالنا من خلال كلمات وكتاب، من خلال كلمات وإنتاج وإخراج وتصوير وتسجيل بإذن الله، يعني الفريق يكبر. وأنا بحب أقدم شكر خاص لمسؤول الفريق في غزة الأستاذ محسن أبو رجيلة، والمصورين الفريق الأستاذ لؤي السويفيري والأستاذ همام عليان على مجهوداتهم، وبشكر كل موهبة أدت دورها يعني في الإنشاد أو في الإلقاء على يطلع العمل بأجمل وجه، ان هو يكون جميل جدا. وبشكر كل اي حد بيساعد الفريق دوت. كل عملكم تطوعي رقية؟ ايوه صحيح. ما شاء الله. أنا بدعو الجميع اللي حابب يساعد فرق زي هيك، حنورجيكم الآن إيش اللي بيسووا، إشي احترافي يا جماعة، على الإمكانيات الموجودة احترافي، فيديو كليبات، أشياء جميلة، شعر، إلقاء، حنورجيكم بعض الأمثلة. ولكن إذا بتقدروا تدعموهم لو بهدايا بسيطة، أشياء تشجيعية، بتساعد رقية إنها تنمي هذا الفريق، أنا مستعد أعطيكم التلفون تبع رقية تواصلوا معها، أو موجود هون تتواصلوا مع فرقة الجيل الواعد على الفيسبوك. خلينا نشوف إن شاء الله. أحد الأمثلة اللي عملتوها ونرجع لكم إن شاء الله. حكاية شهيد فلسطين يا وطن الفداء، فلسطين يا أرض الشهداء، أرى حالك وأرى دموعك التي تسجلت على استشهاد أبناء شعبك. هنا حكاية شهيد يا فلسطين، لا تحزني على شهدائك، فإن الانتقام هو ما تريده الخواطر، حزنا وقهرا يعم المدائن على بكاء طفل لأبيه ناظر. عائلة قد تحطمت باستشهاد ابنها، لأنهم لم تعد تجمعهم يوما المعاشر. ألم ألم سكن في قلبي طويلا على أعداء أقاموا في بلد الدياجر. ترب بلادي مليئة بشهداء كالبدر، قتلوا على يد عدو جائر، قلبي يتفطر على الأبطال، على كل روح من أجل وطنها تخاطر. سألت نفسي كيف يكون هذا العدو غير رحيما وعلى كل هؤلاء القتلى ناظر. فيا شهداء ويا أحباء، فيا شهداء ويا أحباء، أنتم لمعنى الشهادة شواعر، فإن يكن الظلم فرق بيننا، فكل ظالم يوما إلى الله صائر، فكل ظالم يوما إلى الله صائر. الله ما شاء الله. هذه رحمة كتبتها صحيح؟ صحيح أنا شايف كلمات رحمة، الله يحفظها، ما شاء الله كلمات رائعة. احكي لي عن البنت الصغيرة هاي، قديش عمرها؟
عمرها تقريبا 9 سنوات. غلبتكم في التدريب، ما شاء الله إلقائها رائع. لا خالص ما شاء الله، يعني خدت القصيدة بس، يعني هو وقت طول شوية بس 5 أيام تدريب، فده شيء رائع جدا. أنا كثير معجب بطريقة إلقائها وطريقة العرض، يعني حتى الفيديو والمونتاج معمول بطريقة كثير بروفيشنال، فعلى وضع فالنتير بتسووه أنتم إشي أكثر من رائع، الله يقويكم. هل ربنا يبارك فيك يا رب. بدي أسألك، هل عندكم أشياء أخرى مثلا عم بتفكروا فيها، برامج كبيرة أو مستقبلية؟ صراحة احنا يعني كان نفسنا ان احنا نعمل يعني برنامج زي مثلا كل يوم حكمة نصيحة، او يكون برنامج يعني يومي، ولكن يعني شوية الفرقة دعم، مفيش حد يدعم الفرقة، فبالتالي مش حابين ان احنا نورط نفسنا في اعمال اكبر مننا لحد ما يكون في داعم لينا، وباذن الله نفكر نعمل حاجه زي كده علشان ما نعشمش المواهب ونعشم نفسنا وفي الاخر يعني ما يحصلش نصيب. فكرة حلوة. احنا في قنار تي في ممكن نساعد، اذا في شيء بدكم اياه نساعدكم فيه. ربنا يبارك فيك يا رب. تسلم. حنشوف معكم برضو فيديو اخر عن رمضان، انعمل مع انه احنا خلص رمضان، بس ربنا يجمعنا برمضان الجاي ان شاء الله، إن شاء الله يا رب. وشوفوا الروعة فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله رمضان ان شاء الله يكون خير وبركة على الجميع، ويرجع ويعيدنا لرمضان الجاي واللي بعده يا رب. هذه إن شاء الأغنية الله احكي يا رب. شوي عنها، تسجيلها هل كان صعب؟ صراحة أنا كنت عاملة لحن في الأنشودة، ولما راحوا يسجلوها الموزع عمل لحن تاني. البنت اوكي، خدت فيها بس 2 يومين تدريب، ما شاء واللحن الله الجديد 1.5 يوم. ما شاء الله ما شاء الله، إبداع، يعني عم تعملوا إبداع. طيب رسالتك الأخيرة للجمهور، إيش بتحبي توجهي رسالة؟ إذا في حدا بده يدعمك ممكن يتواصل معك ولا لا؟ الأطفال هدول هل ممكن تكبر هذه الفرقة ولا لا؟ أعطينا رسالتك للجمهور. طبعا انا بشرف باي طفل او طفله حابين ينضموا للفرقه، لانه لولا ابداع الاطفال عمرنا ما كانت الفرقه هتمشي ابدا، واي حد حابب يدعم الفرقه ده شيء شرفنا جدا جدا، وبشكر اي حد كان سبب في نجاح الفرقه، سواء بان هو دعمنا بلايك او بتعليق او بمشاركه الفيديوهات. وشكرا جدا جدا لاي حد وقف جنبنا. حابه اوجه رساله شكر لاختي وتوامي رحمه، على الرغم ان هي كانت بدايتها في الكتابة بعدي، اللي هي انها كانت اول مشجعة ليا، وكانت اول حد يعني وقت احباطي كانت اول حد يكون واقف جنبي
بشكرها جدا وإن شاء الله بالتوفيق ليها وليا بإذن الله. إن شاء الله يا رقية، نتمنى لك ولرحمة كل التوفيق. مرة تانية باسمي وباسم كنار تي في نشكر رقية ورحمة موسى على ما قاموا به، نشكر أخينا المكرم والد الشابتين ووالدتهم أيضا، ندعو لهما بالرحمة والخير يا رب. يعني هذه الأمثلة يا جماعة على أكبر مثال يعلمنا أن لا نقف عند فعل الخير، لا نقف عند مساعدة الآخرين، حتى لو بيننا حدود، حتى لو بيننا مسافات. أكبر مثال قامت فيه رقية ورحمة بالتعامل وعمل فرقة كاملة لأطفال مساعدتهم. كلنا بنعرف المشاكل اللي بيعانوها أطفال غزة من الـ PTSD أو الصدمات ما بعد الحروب. أكثر من 90% من أطفال غزة يعانوا من مشاكل نفسية. هذه الطريقة اللي بتقوم فيها رقية بطريقة راقية هي ورحمة لرفع معنويات هؤلاء الأطفال ومساعدتهم. يعني مش لازم نحكي كثير، انتوا شفتوا بعض العينات، يعني احنا مش هنقدر نعطيكم كل اللي انتجوه، في شيء اكثر من رائع. بليز روحوا على فرقة الجيل الواعد على الفيسبوك، ادعموهم، اعملوا سبسكرايب لهم ولايك، وبرضه اذا بدكم تدعموهم تواصلوا مع رقية او رحمة، ممكن توصلوا لهم مساعدات عينية، مادية، اي شيء ممكن تساعدوه. رح ترفعوا من معنويات الأطفال، ترسموا بسمة على وجه الطفل يدعو لكم بظهر الغيب وأنت لا تعلم. نتمنى لكم كل التوفيق، نشكرك مرة ثانية رقية، نشكر رحمة اللي كانت مفروض تكون معنا بس للأسف التجهيزات، نتمنى لها برضو كل الخير، سلمينا عليها. أوكي، إن شاء الله. حاضر، إن شاء الله، جزاك الله خيرا. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.